جلدني بسياط السفر تتبرع من دم التراب قلت أنا وباني خيال شايل بإيدي هالفنا لمبة أمل نور الولاد أربع بذات ودنيتي شوق النشاد دمي البرد يسكني وانا ارجف وادور عالدفاع الظلم مر وظالمي مثل طير حسين النور بعيون انطفى شايل بإيدي هالفنا لمبة أمل نور الولاد قربى بداتي ودنيتي وشوق المشاد دمي وصار شوق المشاد دمي وصار غريبة أمي وينها؟ حتى ريحة طبخ في البيت ما في. هي خبرني إيش راح نسوي؟ بنشتغل لحسابنا. وعبد القدير؟ إحنا علاقتنا بالتجار عميقة وصلتنا فيهم نفس صلتنا مع عبد القدير. يعني هذين التجار اللي سميهم حيتان تأكد إن كل واحد فيهم ما يحب الثاني، يعني كل واحد فيهم يبي ياخذ مكان الثاني وينهي. بس لا تنسى إن هذه لعبة خطيرة وعبد القدير بسهولة بيكشفنا، ولا تنسى موضوع بشير. لا تخاف يا صاحبي، مثل ما هددنا احنا بنهدده. موضوع بشير هذا مثل ما وعدتكم ما راح يتكرر. انزين بايش بنهدده يا اخي؟ انت ليش عقلك صغير وفكرك ضيق؟ انت نسيت الاوراق اللي تسربت من مكاتب التجار واللي قام عبد القدير بأذيتهم؟ عندي نسخ منها. لا يعني نسيت اني انا موظف مكتب عبد القدير؟ لا تحتار يا صاحبي، كل شيء بوقت حلو. الا ما خبرتني عزيز وين الحين؟ خلينا من عزيز
خبرني ايش هي الخطة. الحين تعجبني. اسمع، والله ولا انتم دارين بشيء. انا صحيح احيانا اقسي على ابوكم، هذا لاني احبه واريده يكون شديد معاكم، لكن ابوكم الله يذكره بالخير يقوم بالسلامه تارك لكم الحبل على الغارب. يا الله جدي عاد لا تقول كذا. قوموا روحوا شوفوا ابوكم، هذا مهما كان ابوكم يستاهل منكم كل خير. قوم يا قوم. أنا بقوم أغير ملابسي. عبد الجليل ما عنده خبر بالموضوع؟ أكيد ما عنده خبر، لأنه هم المنسيين في هذه العيلة. زين، أنا بتصل فيه بخبره. هذا طبعاً إذا صار عنده وقت. فهمت الحين يا عبد الجليل؟ والله إنك ما سهل يا فهد. والحين راح نكون نحن الحيتان الجدد. بس حيتان حذرة ومفتحة عيونها، يعني حيتان زرقاء. أكيد وخبرة بعد. هذا أكيد عزيز. لا والله هذا تركي. أيوة خير، ايش هناك؟ ايش؟ اسمع يا ايوب، الحكمة في العمل تقول انه نبهان بايد الحل. استاذ عبد القدير تراني ما فهمت عليك. ولا راح تفهم اصلا، لان هذه المواضيع يبغى لها مخ يفهم بالتجارة. المهم حتى لو حسبها نبهان راح يلقى ويشوف انه حل مشكلته عندي انا، لانه انا وهو نقدر نضرب السوق. زين وليش نبهان بالذات؟ السوق مليان تجار احسن من نبهان. الله الله عليك يا ايوب، الحين ابغاك كذا تفهمني وتركز معي. حلو، بس يا ايوب نبهان محتاجني لانه بدا ينشط معاه سوق العقارات ولكنه ما يملك المعدات اللازمه. وانا يا ايوب مثل ما تعرف السوق نايم معي، ولكني املك كل المعدات اللازمه. فهم؟ وتعتقد ان نبهان بيقتنع؟ ما هو اصلا مقتنع يا ايوب، وعلى فكره هو مفتكر اني انا موجود تحت جناحه وفي اي وقت يبغاني بيلقاني. هذا تفكيره هو. والسبب الثاني والاكبر والاهم هو عدوه بالسوق. من الهامور صافي، ونبهان يعرف انه ما في احد من التجار بيرضى يوقف معاه ضد صافي الا شخص واحد. من يا ايوب؟ اللي هو الاستاذ عبد القدير. الحين بديت تفهم يا ايوب. وانت انسان داهيه 200 200. المهم يا ايوب انت روح خلص شغلك الحين، ولا تنسى المساء تمرني البيت، اريدك في موضوع ضروري.
فهمت؟ فهمت طال عمرك. تم توكل. سبحان الله، كأني شايفته، بس وين؟ يلا بهالوقت كل الوجوه تتشابه مثل الظروف والأمكنة. الحمد لله يا فضيلة، يوسف نام. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. انقود، في ايش تفكري؟ اذا على يوسف لا تخافي عليه، مثل ما هو ولدك هذا ولدي بعد. شو اقول لك يا فضيله؟ انا افكر اخذ يوسف ونرجع البحرين. يوسف ما بيرتاح الا اذا ابتعد عن هني. سمعي انت، يعني ما بيرتاح إلا إذا ترك أهله وناسه ومكانه؟ المكان يا فضيلة في القلب والروح، لكن الناس وينهم؟ وينهم؟ أصعب شيء على الإنسان يعيش غريب بين أهله. أفا أفا يا يوسف، أنت اللي تقولي هذا الكلام؟ معقولة؟ وأنا وين رحت؟ أختك فضيلة موجودة معاكم. ما قصرت يا فضيلة، ما قصرت، لكني تعبت، تعبت، تعبت وانا اشوف يوسف يتوجع. انا غريبه عليني، ما عندي اهل، ويوسف ما سالوا عنا اهله. لا يا اختي ام يوسف، لا لا تقولي انك غريبه، انت بين اهلك وناسك. انا عندك موجوده، اختك فضيله، ومثل ما هو يوسف ولدك هذا ولدي بعد، وما غريب الا الشيطان يا اختي. ونعم بالله، نعم بالله. خبرينا كيف شغلك في المستشفى؟ إن شاء الله تمام. الشغل اللي تتعب علشانه وتدرس وبنفس الوقت تحبه، هذا ما راح يتعبك، بالعكس راح تستمتع وانت تمارس طقوسه كل يوم. هذا الكلام المضبوط اللي يريح القلب، لذلك أحب الزراعة، أشتغل على 4 عمال. إيه، عشان كذا تجينا مهدود حيلك وتعبان. أبوي انتبه شوية على نفسك، ترى ما عندنا حد غيرك. الله الله على الحب. الله فدوى، يا ريت فيصل الحين كان موجود بيننا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. الله يرحمه يا رب. إيش رأيكم اليوم نروح المستشفى بعد الظهر نزور عمكم صافي، وبعدين نروح المزرعة؟ فكرة تجنن. هيا بنتي، وصيتي الأطباء على عمك صافي؟ أطباءنا ما يحتاجون توصية يا أبوي. جزاك الله خير.
طبعا مثل ما شفت ابوكم الحمد لله واطمنتوا عليه وتعدى مرحله الخطر. اتمنى لما يرجع البيت بالسلامه انكم تلتفوا حواليه. اريد لما يتلفت يمين يشوفكم قدامه، ولما يتلفت يسار يشوفكم قدامه. فاهمين؟ المفروض ما نخلي أمي بروحها في المستشفى. لا 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 أكيد اليوم بنتلاقى. لا لا الحمد لله جلطة خفيفة والأمور عدت على خير. خلاص ماشي. لا أقول خليها بشقة فهد حسن. تمام. يلا مع السلامة. مع السلامة. تأخرت يا حليمة، ما شبعت من شوفة أهلك، وانت تعرفي أنا مالي حد غيرك. حبيبك صافي بالمستشفى، لكن أحسن لو كنت موجودة ما كان بتوقف بكى. والحين كيف صارت حالته؟ يقولون جلطة خفيفة عدت، حالته استقرت الحين. يا ريتها كانت بتسكيتك يا صافية ولد عمود. خلينا من صافية الحين. أقول لي ايش رايك في مشروعي؟ بصراحة انت افكارك رنانة وتعجبني. هذا وقت التكنولوجيا والاجهزة. بما اني انا صديقك راح اساعدك في الموضوع هذا. كيف؟ يعني ممكن اسهل لك موضوع العقود مع الشركات اللي تحتاج هذه النوعية والاجهزة. ونبهان ما راح يقصر معك. انت عمرك ما قصرت معي. ايش رايك تكون المنسق الخاص بي؟ لاني بصراحه انا استغنيت عن صالح، ما ينفعني. وابغاك تهتم لي في موضوع العقارات. هذا الشرف كبير لي وانت تعرفني ترى. اتفقنا. ايش رايك نزور صافي؟ شوف مسرقك؟ طبعا هذا واجب يا جماعه، واجب. واجب؟ هذه استراتيجيه جديده للتعامل مع المنافسين. ولا انا غلطان؟ عبد الجليل، فايز، تركي، هذا لوين راح؟ لا يكون راح المستشفى تركوني وحدي. والله يسووها.
يلا يا ولدي يلا تعال. يما ليش متعبة روحك؟ تعبك راحة يا بعد عمري، إذا ما تعبت علشانك أتعب علشان منه. الدكتور قال لازم تاكل علشان تصير زين. دكتور ليش مو هذه اللي شكرتيه عند الباب هي اللي عالجتني؟ ايه يا ولدي هذه الطبيبه ما احلاها تجنن وكبت ايانا وساعدتنا بصراحه. البنت وايد طيبه وحبوبه. ها ايش رايك في الشوربه؟ صراحه الشوربه وايد لذيذه خصوصا انها من يدك. بس انا احس روحي يعان خاطري بشي دسم. كل كل حبيبي كل كل عليك بالعافيه عليك بالعافيه يا نظر عيني. تصدق الشيء الوحيد اللي عجبني فيك مواعيدك فقط. تراك ظل مني يا استاذ عبد القدير. المهم خلنا من هالسوالف الحين، واريدك يا ايوب تركز معي في كل كلمه بقولها. شيء بس كنت نايمة. أخوك جليل وين؟ ما أدري ما شفت اليوم. أخوك وين فين؟ ما أعرف جاء الاتصال وطلع ما قال لنا وين رايح. وبعدين معاها الولد. ها دكتور طمنا عليه. لا تخاف عليه صافي تعدى الأزمة والحمد لله. المهم انكم تخلون محل اهتمامكم وتديرون بالكم عليه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طالما انت تشك في فهد هذه الدرجة ليش ما ترضى المثل؟ افهمني يا ايوب افهمني. فهد وجماعته هم رجالي اللي أضرب فيهم. بعدين لا تنسى إنهم يجيبوا شغل وربح ممتاز. فإذا طردته أخاف يروح مع غيري. طيب أنا سمعت إنك ماسك عليهم أوراق ومستندات بعد. صحيح ماسك عليهم أوراق ومستندات بس فهد مش غبي. يعرف إنه ممكن هذه الأوراق تستخدم بعد ضدي. طيب والمطلوب؟ فهد يا أيوب لازم أني أقلل حجم شغله بالشركة
بحيث اني لا اخسره ولا يكون خطر علي، خاصة انت شايف هالفترة الولد يريد يكبر، ولذلك لازم ايدين فهد تبعد عن اوراق مكتبي باي شكل كان، لانه اذا وصل ممكن يلعب، واذا لعب يا ايوب ساعتها عبد القدير ما راح يرحمه، فهم؟ ما راح ارحمه. يصير كذا يا جماعة، الأستاذ يوسف صارنا يومين ما شفناه، ومسرحيتنا داخل المسابقة في المهرجان. أنت يا ماجد مساعد المخرج اتصل فيه شوف إيش سبب غيابه. حاولت اتصل فيه أكثر من مرة بس المشكلة أن تلفونه مسكر. طيب روح للبيت. رحت للبيت وما حصلت حد، بس بكرة إن شاء الله راح أمر عليه البيت مرة ثانية وأشوف إيش سبب غيابه. بس خلونا الحين نعمل بروفة ونواصل عملنا. يلا يا شباب خلونا نركز على الحركة من البداية إن شاء الله. يا اخوان فهموني، اي استقلالية تكلموا عنها؟ فهد قصده ان نعمل لحسابنا. كيف يعني؟ تبغون نفتح شركات ونزاحم عبد القدير والابهان والتجار الكبار؟ وليش لا؟ بعدين احنا مواهب فذة وعندنا الخبرة الكافية اللي اكتسبناها من الممارسة. بس احنا ما عندنا ريالات. المخ اللي يجيب الريالات. وبعدين يا عزيز البطل اللي مثلك مثل عبد الجليل اللي عنده العزيمة والإصرار يستفيد من قدراته. يا سلام، إيش هذا الكلام يا فهد؟ أنا أول مرة أعرف إن فهد فيلسوف. عبد الجليل أنت بعدك ما سمعت شيء مني. أنا بصراحة ما فهم شيء. أنتوا بس اتبعوا تعليماتي وبعدين كل شيء بيكون من صالحنا. تم. Thank you.
ليش ما نمتي؟ ما جاني. وانتي ليش ما نمتي؟ ما جاني نوم. تعالي أبوكي بيرجع بالسلامة إن شاء الله. هلا فيض، خير؟ اليوم انا وابوي كنا عنده بالمستشفى، ما كان فيه الا العافيه. ايش في صافي يا بنتي؟ لحظه ابوي خلني اسمع. ايوه اذا تبين اي الحين انا حاضره. لا تهتم حبيبتي، مع السلامه. ما قلتي لي يا بنتي ايش في صافي؟ العم صافي تعب مرة ثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش اللي متعبك يا ولدي يا صافي؟ أسماء زوجتك؟ لا، أسماء طيبة وبنت ناس وتحبك وانت تملك فلوس، يعني مرتاح. ممكن اكون انا او اولادك او في بحياتك سر انا ما عندي علم عنه. ايه يا ولدي، يا ريتني اقدر اعرف وساعد. مرحبا استاذ، الامور ماشيه مثل ما نريد بس ما مبين هاليومين. اذا ما عرفنا اليوم بنعرف بكره. الدكتور طمني وقال لي ان حاله العم صافي مستقره وان شاء الله يطلعوا باكر. الحمد لله. اللهم اني لا اسالك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه. آمين يا رب العالمين. آمين. خلاص أمي لا تضايقي، صدقيني كلها أزمة وبتعدي وإن شاء الله بيقوم أبوي بالسلامة. يلا قوم. خلاص يلا خلينا نروح ننام. يا مجنونة، تخليني نطلع أنا وأبوي آخر الليل ونيا المستشفى ونحصل أبوش بخير وعافية. بس جدي الله يهدى ما رضى أني أنام عنده بالمستشفى، قلت أنت تكوني هناك واجد أحسن. طمنيني كيف صارت صحته الحين؟ اطمني حبيبتي، ما في إلا العافية.
الشيطان الرجيم. ليدي بسم الله. شو فيك؟ شو فيك يا يعني شنو؟ بسم الله عليك. لا يا وليدي بسم الله عليك، لازم ترد البحرين، لازم ترد البحرين يا وليدي لازم. لا أنا خذيت العمة خلصت عشان أرجع يا وليدي. أي قضية؟ أي قضية يا وليدي؟ أنت تعبان وتعبني معاك. سامحيني يا يما، سامحيني سامحيني يا يما سامحيني.